بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في فقرة من فقرات الزيارة الجامعة الكبرى لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقرأ هذه الفقرة: الراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. هذه الزيارة الجامعة من أجل الزيارات وأصحها سنداً ومتناً. العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي رضوان الله تعالى عليه يروي، يقول: ما قرأت ما زرت أحداً من الأئمة وأنا في العتبات العاليات بزيارة غير هذه الزيارة، على رغم وجود العشرات بل المئات من الزيارات المختلفة للأئمة عليهم الصلاة والسلام. العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي صاحب البحار يقول أنه لم يزر أحدا من الأئمة وهو في العتبات العاليات إلا بهذه الزيارة لجلالتها وصحتها متناً وسنداً. طبعاً هناك بعض القيل والقال وبعض التشكيكات بالنسبة إلى هذه الزيارة، لكن هذه التشكيكات لا تصمد أمام البحث العلمي، حتى أن أحد الأشخاص ألف كتاباً وهذا الكتاب أخذ فقرة فقرة من الزيارة الجامعة ونقل الروايات التي ترويها العامة اللي يسمون نفسهم أهل السنة في مضمون تلك الفقرات من أول الزيارة إلى أخير الزيارة. كل فقرة من الفقرات يذكرها، بعدين يذكر الروايات التي روتها العامة في مضمون تلك الفقرة. فالمضمون متفق عليه بين الشيعة وغير الشيعة، ولكن على كل حال الشبهات في كل شيء من جملتها في هذه الزيارة، وهذه الشبهات لا تصمد أمام البحث العلمي وأمام قوة مضمون هذه الزيارة. هناك من الشبهات حول هذه الزيارة، كل هذا مقدمة نذكره، أن هذه الزيارة فيها غلو، لأن هناك تنسب مقامات إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهذه المقامات فوق مستواهم، أو هي مقامات إن صح التعبير خاصة بالله سبحانه وتعالى.
هذا الكلام أيضا كلام غير صحيح وغير سليم. ليش؟ لأن الغلو شنو معناه؟ الغلو معناه رفع منزلة الشخص فوق قدره. إذا فد شخص جاهل قلنا إن هذا الشخص أعلم العلماء، هذا غلو. ليش؟ لأنه رفعناه فوق مرتبته. إذا واحد مو إمام نقول هذا إمام، هذا غلو. إذا واحد مو نبي نقول هذا نبي، هذا غلو. ليش؟ لأن رفع الشخص فوق مستواه وفوق مقاماته. لكن إذا نسبنا للشخص ما هو من مقاماته، هذا مو غلو. إذا فد واحد أمي قلنا هذا دكتور، هذا غلو. أما إذا فد واحد هو دكتور وطبيب مثلا وقلنا إن هذا الشخص طبيب، هذا غلو؟ لا. ليش؟ لأن نسبنا إليه مقامه. إذا واحد إجا وقال عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله يخلق من الطين كهيئة الطير، هذا غلو؟ لا. ليش؟ لأنه نسبنا إلى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام مقامه الذي هو فيه. إذا قلنا إن عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بما يدخرون في بيوتهم وهذا من علم الغيب، هذا غلو؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا من علم الغيب كان لعيسى عليه الصلاة والسلام بتعليم من الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام لحد الآن حي ولم يمت على رغم مرور ما يقارب أو أكثر من 2000 عام، هذا غلو؟ لا. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، غلو؟ لا. إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم، غلو؟ لا. إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا غلو؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا تنسب إلى شخص ما هو مقامه هذا ما بأي غلو، بل إذا لم تنسب إليه ذلك الشيء هذا تنقيص من حقه، تقليل من قدره. إذا واحد يجي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله مو نبي، هذا تنقيص من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا واحد يجي يقول أمير المؤمنين ليس بإمام، هذا تنقيص من قدر أمير المؤمنين. إذا يقول أن مثلا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، هذا تنقيص. فإذا نسبنا إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحسب الأدلة الصحيحة والصريحة في كتب الفريقين الشيعة والعامة ثابت أيضا ذلك، إذا نسبنا إليهم شيئا هذا مو غلو، وإنما الشخص الذي يقول إن هذا غلو هو مقصر، هو ينقص من حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه بعنوان مقدمة. نأتي إلى هذه الفقرات الثلاث التي تلوناها من هذه الزيارة الجامعة. الراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. موقف الناس تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينحصر في ثلاثة مواقف. الموقف الأول الراغب عنكم، تعلمون أنه رغب، هذه الكلمة تتعدى بعلى وتتعدى بفي، رغبت فيه يعني أحببت ذلك الشيء، رغبت عنه يعني أدرت وجهي عنه، ما لي رغبة فيه، ما أحبه. الراغب عنكم مارق، المروق بمعنى الخروج عن الدين، السهم إذا يخلوه في القوس ثم يرموه، خروج السهم من القوس يسمى مروق، حتى الخوارج رسول الله صلى الله عليه وآله يسميهم
المارقين، لأنهم خرجوا من الدين بسرعة وبعجلة كما يخرج السهم من القوس بسرعة. الراغب عنكم مارق. شنو هي مصاديق الرغبة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ المصاديق جدا جلية، تهميش أهل البيت في الحياة. واحد في حياته يهمش أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما إلى شغل بيهم، لا يقرأ أحاديثهم، من المصاديق لا يعرف حياتهم، لأنهم أسوة، واحد لازم يعرف حياتهم حتى يتأسى بيهم. إذا واحد لا يعرف حياة أهل البيت، هذا الشخص راغب عنهم، أنت الشخص اللي تحبه تتبع أحواله، تتبع أخباره، زين؟ لكن إذا شخص ما عندك رغبة فيه، حتى يمكن ما مستعد أن تسمع كلام حوله، ماذا فعل، أين ذهب، ليش؟ لأن عندك رغبة عنه. أما الذي ترغب فيه تتبع أخباره، تتبع أموره. من مصاديق تهميش أهل البيت في الحياة أن واحد ما يعرف أخبارهم، ما يعرف أحوالهم، ما يعرف تاريخهم، لا يفرح في أفراحهم، لا يحزن في أحزانهم، بعناوين براقة يقول أنه ليش إحنا نسوي هالهوسة في عاشوراء وكذا، هذا خلاف الوحدة مثلا، الوحدة أهم مثلا. من مصاديق التهميش أنه واحد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يكونون أي دخل لهم في حياته. الآن باب المثل، العائلة المالكة في السعودية حسب ما يقولون هم أكثر من 4000 شخص، 4000 شخص، واحد من هؤلاء ماكو اسمه علي، واحد من هؤلاء ماكو اسمه حسن، واحد من هؤلاء ماكو اسمه حسين. حسب ما أعلم من أسامي نسائهم ماكو في أسامي نسائهم فاطمة، ماكو في أسامي نسائهم خديجة. تهميش أهل البيت في الحياة، بس أنت عندك 4000 واحد، واحد ما بي علي، هذا معناه أنه يكشف عن شيء، مع أن هاي الأسامي من الأسامي الرائجة حتى عند السنة، يعني كلمة اسم علي حسن حسين حتى عند السنة من الأسامي الرائجة. أسرة أو قبيلة بها آلاف ما بيها واحد اسمه علي، ما بي واحد اسمه حسن، ما بي واحد اسمه حسين، ما بي واحد اسمه جعفر، ما بي واحد اسمه حمزة. حسب ما أعلم هذا تهميش لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى إلى هذا المقدار. عدم الاستماع إلى أحاديثهم، عدم تطبيق ما قالوا. الآن المسلمين يعيشون في تخبط شديد جدا في كل المجالات، في أي مكان من بلاد المسلمين نروح نشوف أكو مشاكل، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل أسرية، في أي مجال من المجالات توجد مشاكل. لماذا توجد هذه المشاكل؟ لعدم تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام اللي أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن الحياة الأسرية مفككة، نسبة الطلاق مرتفعة، نسبة العنوسة جدا مرتفعة. قرأت قبل فترة تقرير في الصور صحيفة الحياة يقول أنه في السعودية العوانس أكثر من 2 مليون عانس، مع النفوس السعودية شقد 16 مليون حسب ما يدعون، بس هو أقل، بس 2 مليون عانس. لماذا؟ لأنه كلام رسول الله لا يطبق، كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يطبق. الطلاق نسبة مرتفعة، لماذا؟ لأنه الزوج أو الزوجة لا يطبق في حياته الإسلام الصحيح. تهميش أهل البيت في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، في كل شيء. الآن المسلمين في تخبط شديد، السبب شنو هو؟ أنهم من أنفسهم. ها
همشوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل شيء. حتى بعض الشيعة، يعني هذا ما نقول فقط العامة منهم، حتى بعض الشيعة بالشعار يوالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بس في العمل ماكو هذا العمل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى خطب نهج البلاغة يقول: كلامكم لبعض أصحابه الذين خذلوه، كلامكم يوهي الصم الصلاب. الصخرة إذا كانت جدا صلبة، الصم الصلاب، يعني كلامكم في قوته ونفوذه يفتت الصخر، حتى الصخرة القوية، ولكن وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. بس خذلانكم وفعلكم بشكل اللي الأعداء يشوفون إيه يمكن أن نتغلب على هؤلاء. كلامكم يوهي الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. فالموقف الأول تجاه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موقف الذي يرغب عنهم، الراغب عنكم مارق، هذا خارج عن الدين، والخارج عن الدين يبتلى في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني صعبة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني المقصر في حقكم، المقصر في حقكم زاهق يعني هالك. هذا الموقف كثير من الشيعة مبتلين به، يقصر في حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما يدافع عنهم. الآن احنا عندنا البقيع اكثر من 84 سنة مهدم، سامراء سنة ونصف او اكثر من سنة ونصف، زين، ماذا فعلنا؟ تقصير موجود، لا شك انه تقصير موجود، لانه لو ما كان تقصير ما كان يستمر هذا الباطل اللي موجود، لو ما كان تقصير ما كانوا يستسبعون اكثر. هدم البقيع، بعدين هدم سامراء، الان يفتي بتهديم قبر الامام الحسين عليه الصلاه والسلام والسيده زينب، لو ما كان خذلان من عندنا، يعني من اكثرنا، لا اقول من الجميع، لو ما كان تقصير في حق اهل البيت ما كان يصل الامر الى ما وصل اليه الان. انتم تلاحظون، وهذا مثال واضح، اليهود في العالم لا يشكلون سوى 14 مليون شخص فقط، مو أكثر، يعني كل اليهود في العالم لو تجمعهم 14 مليون شخص، 5 ملايين في إسرائيل، 5 أو 6 ملايين في أمريكا، والبقية هم متوزعون على عشرات الدول. وكما نعلم النصارى يكرهون اليهود، لأنه النصارى يعتبرون اليهود هم الذين قتلوا المسيح، وما قتلوه وما صلبوه. وتاريخ اليهود مع النصارى تاريخ سيء جدا، يعني إذا تلاحظون تاريخ أوروبا اليهود كانوا مضطهدين بأشد أنواع الاضطهاد، ماكو من دولة من دول أوروبا إلا وقتلت اليهود أو طردتهم، ومحاكم التفتيش كثير منها كان ضد اليهود، زين، ولحد الآن أكثر النصارى يكرهون اليهود، فهم أقلية 14 مليون بس، والنصارى يكرهونهم. لكن شنو السبب صاير أنه الآن مسيطرين على القرار في كثير من الدول، مسيطرين على القرار الأمريكي، مسيطرين على كثير من القرارات الأوروبية؟ أنت ما تقدر تنكر المحرقة، وإلا إنكار المحرقة، مع أن أوروبا تدعي الحرية والديمقراطية وما إلى ذلك، إذا واحد ينكر المحرقة يحكم عليه بالسجن. قبل فترة حكموا على فد مؤرخ بريطاني بالسجن سنتين في النمسا، لأنه بحث علمي عنده، يعني سمو تهريج، بحث علمي لإنكار المحرقة، زين. هذا بسبب أي شيء؟ بسبب أن الله عز وجل في القرآن يقول: وضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس،
اليهودي ذليل إلا أن يؤمن فيتصل بالله سبحانه وتعالى الله يعزه، أو لا يتصل بحبل من الناس. اشتغلوا وتمكنوا أن يصلوا إلى حقوقهم إن كانت لهم حقوق، وأن يضطهدوا الآخرين أيضا. 1.5 مليار مسلم لا يتمكنون من فعل شيء مقابل إسرائيل، ويوم على يوم إسرائيل لتصير أقوى، ويوم على يوم المسلمين والأعراب زين يركضون وراء إسرائيل حتى يرضوها زين. هذا مثال الأهل الباطل في باطلهم، شوية اشتغلوا أخذوا الأسباب الطبيعية وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وأنت في حقك، والله عز وجل ينصرك إذا نصرته. إن تنصر الله ينصركم. الله عز وجل في آية أخرى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة زين. لكن السبب شنو هو؟ سبب الخذلان. كل واحد من عندنا يقول مو مسؤوليتي، مسؤولية الآخرين. وإذا هذا الخذلان استمر الله عز وجل يغضب علينا، يذلنا. لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير شنو قال؟ قال اللهم والي من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. إذا دعائي أنا مو مستجاب في بعض الأحيان لعدم توفر شرائط استجابة الدعاء، لكن دعاء رسول الله مستجاب بلا شك. إذا إحنا بعض أدعيتنا لعدم توفر الشرائط أو لعدم وجود المصلحة أو لأي سبب آخر لا تستجاب، لكن رسول الله عندما يدعو دعاء قطعا مستجاب بلا إشكال لتوفر شرائط الاستجابة زين. رسول الله يقول واخذل من خذله. إذا أنا خذلت أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، اللهم يخذلني استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فينبغي علينا أن لا نكون مقصرين في حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكل منا يعرف طاقاته وقدراته، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا الموقف الثاني، أنا ما أريد أطيل عليكم لأنه شوية الوقت تأخر. الموقف الثالث واللازم لكم لاحق، اللازم لكم لاحق يعني الشخص الذي في كل خطواته في كل أفعاله يتبع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا يلحق بهم، هم في درجة عالية في مقام عالي، بس الإنسان بلزومه لهم يتمكن من أن يلحق بهم، أخذ بيده ويلتحق بهم. إذا هذا صار لا، واللازم لكم لاحق في الدنيا الله يعزه، وفي الآخرة أيضا العزة واضحة. كان أحد العلماء في مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، جد السادة المدرسين، جدهم كان يسكن في مشهد قبل حوالي 100 عام. كل يوم الصبح قبل أن يخرج من داره كان يفتح كتاب من كتب الأحاديث، أفرض مثل الكتاب الكافي الشريف، وكان يقرأ بعض الأحاديث، بعدين يروح إلى تدريسه إلى درسه إلى أعماله إلى صلاته إلى أي شيء آخر. وكان ملتزم بهذا الأمر. فلما سئل عن ذلك أنه لماذا كل يوم قبل أن تخرج من دارك في أول الصبح تطالع مقدار من الأحاديث وبعد ذلك تذهب، جوابه كان جواب جدا لطيف. يقول نحن عبيد للأئمة عليهم الصلاة والسلام، العبد الصبح عندما يصير يروح عند سيدة يقول له عندك شيء أشتري لك، عندك حاجة وأديها، عندك عمل. المولى يأمر عبده بعدة أمور، هذا اليوم تكليفك كذا وكذا وكذا، والعابد يذهب ويؤدي ما أمره المولى. أو إذا فد واحد عامل في مصنع أول الصبح
شنو الأمور اللي لازم يؤديها هذا اليوم؟ يأخذ الأوامر من مدير المصنع مثلا. ونحن عبيد للأئمة عليهم الصلاة والسلام، مطيعون لهم. فلينبغي أنه كل يوم أول الصبح نشوف شنو أمرنا به، شنو نهونا عنه، وهي أوامر تلقوها عن الرسول الله، عن الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذه الأوامر ونحاول تطبيقها في ذلك اليوم. فكان يقرأ الأحاديث حتى يطبق مضمون تلك الأحاديث في حياته اليومية. وسيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكلامهم مو منحصر ببعض الواجبات وبعض المحرمات، ذكروا لنا هذا الشيء واجب وهذا الشيء حرام. لا، في كل شيء من أمور الحياة أكو منهج، أكو تكليف بعنوان واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح أو أي شيء آخر. نظام كامل في كل شيء، في أخلاقنا، في عملنا، في تفكيرنا، في معاشرتنا مع الآخرين، في تعاملنا مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع أزواجنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع مجتمعنا. كيف نفكر، كيف نأكل، كيف نلبس، كيف نتصرف، كيف نتكلم، كل هذه الأمور موجودة في هذه الروايات. صحيح أكثرها مو واجبات، لكن هذا نظام كامل لسعادتنا في الدنيا والآخرة. هسه الآن واحد من عندنا، كل واحد من عندنا في الاجتماع عندما يتصرف تصرفا، هاي التصرفات واجبة؟ لا. حرام؟ لا. يقولون هذه الآداب الاجتماعية، أكو مجموعة من الأمور آداب اجتماعية، إذا واحد ما يلتزم بها خمو حرام، لكن يقولون هذا الإنسان قليل الأدب. ليش؟ لأن هذه آداب اجتماعية المفروض على كل إنسان يلتزم بهذه الآداب. زين، أكو في كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صحيح أكثر مواجبات أو محرمات، أما عدم الالتزام بها، يعني عدم الالتزام بهذا النظام المتكامل اللي الواجبات والمحرمات جزء منه، وجزء منه آداب اجتماعية، جزء منه على كل حال أمور مختلفة في الحياة الفردية وفي الحياة الاجتماعية، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية. إذا الإنسان التزم يكون واللازم لكم لاحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وأنتم في هذه البقاع المتباركة بعد أيام عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فواحد يحاول أن يتزود من هذه البقاع المتبركة، لأنه كل شيء الله عز وجل جعله عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإن شاء الله زيارات مقبولة ودعاء مستجاب، ولا تنسونا من صالح الدعاء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور البركات.